نوفمبر 2016 بيبر 4 فارينت 1، والسؤال السادس بي. السؤال هنا يا جماعه يا ترى بيتكلم عن ايه؟ نفس السؤال يا جماعه، بيقول لي ذا باور هيتر از 9000 وات. احنا اتفقنا ان في ميه سخنه بتخش السخان، سوري ميه ساقعه تخش السخان تطلع ميه ايه؟ سخنه في الدش. تعالى لي بقى، بيقول لي ذا باور اوف ذا هيتر از 9000 وات. يبقى ده باور يا جماعه، ده باور. The specific heat capacity of water، ده سي يا جماعة، specific heat capacity، specific heat capacity. The initial temperature، طبعا عندي time هنا 1 second. The initial temperature of cold water is 16، ماشي ده تي initial. Determine the maximum mass of water that can be heated to a temperature of 35، يبقى دي final temperature يا جماعة. يبقى أنا بسخن من 16 ل 35، عايز الماس. مين الرول يا حلوين يا محترمين اللي بتربط لي الكلام ده؟ انا عندي الانرجي ايكوالز الباور تايمز التايم، تمام؟ الانرجي ايكوالز الباور تايمز التايم، انا هجيبها على خطوتين مع العلم ان هي تتجاب على خطوه واحده عادي. الباور بتاع حضرتك ب 9000، اهلا وسهلا. التايم بتاع حضرتك ب 1 سكند، يبقى الانرجي بتاعتك ب 9000 جول، تمام. عندي رول بقى بتقول لي ان سبيسيفيك هيت كاباسيتي، طبعا احنا بنقول على دي كيو، بس الكيو هي الاي معايا، الالكتريك انرجي هي يعني دي هي بتمشي اي وتمشي كيو، خلاص، ودي تمشي اي وتمشي كيو، اقصد في الدرس ده بالذات يا جماعه، في الدرس ده بالذات. يعني ما ينفعش في سؤال الكتريستي تسمي لي الاي كيو، لا، في الثيرمال الاي والكيو حاجه واحده، مشيها حاجه واحده. إيه إيه طبعا انت عايز الماس، فانتوا عارفين يا جماعه طبعا ان اللي تحت هنا يتبدل مع اللي فوق هنا، فاحنا هنجيب السي مكان الام والام مكان السي، تبقى كده او الراجل ما جابش السي مكان الام، الراجل هيحسبها بالشكل ده. فالسي عنده 4200، الانرجي عنده ب 9000 جول، الماس عايز يحسبها. التشينج ان تمبرتشر كام يا جماعه؟ من 16 ل 35. طبعا يا جماعه اتفقنا الماس تيجي مكان ال 4200، وال 4200 تيجي مكان الماس. لو حضرتك حسبت الحسبه دي هتطلع 0.11 كيلو جرامز. يبقى انت لو معاك سخان 9000 وات عايز ترفع درجه حراره ميه من 16 ل 35 خلال ثانيه، فالميه دي لازم يكون وزنها 0.11 كيلو جرام. او بشكل اخر، لو انا معايا 0.11 كيلو جرام ميه ومعايا سخان 9000 وات، خلال ثانية واحدة درجة حرارة الـ 0.11 كيلوغرام هتترفع من 16 ل 35. دي ايه يعني؟ ده تفهيم لهذا السؤال، وده المارك سكيم والأربع درجات بتوع هذا السؤال. طيب يا ترى لو أنا شلت الـ E وحطيت مكانها power times the time في خطوة واحدة، هي طبعا مفترض ان هي المفروض صحيحة 100%، تمام؟ لأنه هيضم لك الدرجة دي والدرجة دي في 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 الدرجتين دول، ياخدهم درجتين مع بعض في خطوة واحدة. دي إجابة هذا السؤال.